بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. جات لي كده من يومين رساله جميله الحقيقه، حبيت حضراتكم تشاركوني في قراءه معانيها الجميله. بتقول ايه؟ السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ الجبال من نصبها؟ الارض من سطحها؟ الهواء تحسه الايدي ولا تراه، من اخفاه؟ الصبح من اصفره وصاغ ضحاه؟ الليل من حاك دجاه؟ الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه؟ الوليد من أبكاه؟ الشهد من حلاه؟ اللبن من بين فرث ودم خالصا من صفاه؟ الثعبان من أحياه؟ والسم يملأ فاه؟ النبت في الصحراء من يرعاه؟ البصير في الحفرة من أهواه؟ والأعمى في الزحام من يقود خطاه؟ الضال من يهديه؟ الملهوف من يغيثه؟ الحيران من يرشده؟ المضطر من يجيبه؟ المظلوم من ينصره؟ الظالم من يقصمه؟ التائب من يقبله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. النهاردة آخر حلقة لينا في سلسلة حلقات الجنة والنار، ولطوال الشهر الكريم قمنا بعمل مقارنة بينهم من حيث الشكل والوصف والمضمون، وقسمنا الجنة لأجزاء وقمنا بوصف كل جزء على حدة مع ما يقابله في النار. فتكلمنا عن الأبواب، أول ما يقابلك عند دخول الجنة، وسقفها المرفوع، وأنهارها لذة للشاربين، وملابس أهلها من السندس والاستبرق، وطعام أهل الجنة من العنب والرمان وغيرهم طبعا من الأطعمة الكتير، وبيوت الجنة من الذهب واللؤلؤ، أشجار الجنة وأشجار النار، السور الذي يفصل بين الجنة وبين النار، في باطنه الرحمة وفي ظاهره العذاب، تكريم أهل الجنة وبحوار ربنا سبحانه وتعالى ليهم، وحوار أهل الجنة مع أهل النار. النهاردة هنحاول نجمع كل هذه الصور اللي قسمناها طول الشهر الكريم في حلقة واحدة لنعطي الصورة كاملة. هنحاول نعطي صورة كاملة عن الجنة في حلقة النهاردة اللي هنختم بيها سلسلة الجنة والنار، ويا رب يجعل الجنة ختامنا جميعا يا رب. إنما طبعا لازم أشكر فضيلة الشيخ أشرف الفيل على هذا الموضوع الرائع اللي خصنا بيه ولشرحه لينا بمنتهى السلاسة والبساطة. والحقيقة كانت فكرة المقارنة اليومية بهذا الشكل الشيق هي فكرته اللي نتمنى أن تثقل ميزان حسناته، ونتمنى أن تثقل ميزان حسنات لميس العسيلي وهويدة صابر من فريق الإعداد اللي بحثوا وساعدونا بالمادة من كتب تفسير القرآن والسنة. ونتمنى أن تكون هذه المقارنة البسيطة جدا في طريقة عرضها العميقة جدا في معانيها قد وصلت للمشاهد، ويا رب تثقل ميزان حسنات من جلس واستمع وتفكر في معانيها. قبل ما نطلع الفاصل أفكركم بمسابقة العمرة، طبعا حضراتكم هتتصلوا على الأرقام المبينة على الشاشة وهتدخلوا سحب على العمرة اللي بيقدمها برنامج الدين والحياة يوميا. فاصل قصير ونبدأ.